حسين، ازيك؟ ازي حضرتك، عامل ايه الاخبار؟ ممكن تقول لي إيه السمر انترنشيب عامه، انت استفدت ايه او ايه اللي دار، ايه اللي حصل بالظبط؟ طيب تمام. انا المفروض ان انا دلوقتي في سنه 5، دي كانت اخر اجازه ليا. جربت حاجات كتير في مجال الصيدله ومجال واسع، ما جربتش موضوع الميديكال ريب. فلما قدمت انترنشيب اولا لقيتها منظمه جدا، هي كانت 6 اسابيع، وكنت شفت اصحابي في اماكن تانية ما كانش فيه النظام بتاع التواريخ، وان كل واحد هيمشي ازاي سيكونس، وان انت هتنزل صيدليات وهتنزل مع دكاتره وهكذا. بعد كده بدات انزل، انا كان بالنسبه لي مجال الميديكال ريب كان بعض الشيء مكروه شويه. لما نزلته بعد 6 اسابيع، لا هو مجال موجود اولا كدخل كويس جدا، والشغل بعد تنظيم الوقت اكتشفت ان هو ممتاز. اولا كانت المترو معايا كانت عظيمه جدا، دكتور مجانا نبيل، تنظيم الوقت عندها كان بيرفكت. يعني احنا لما كنا نشتغل الصبح ونخلص شغلنا ونشتغل بالليل، كنت حاسس ان التوتال بتاع الوقت، لا خلاص انا مظبط وقتي. في مره لما نزلنا في المستشفيات الصبح مثلا وجينا مثلا الدكتوره ما كانتش موجوده، لا عارف مكانها فين في العياده بتاعتها، فهي خلاص كتايم لا منظم جدا. فانا اتعلمت موضوع تنظيم الوقت. تاني حاجه انا داخل كميديكال ريب، الموضوع التنشن، ان انت احيانا انا بتعصب جدا وعصب جدا، فان انا ابقى هادي وريلاكس ده دي بوينت كتيره. فلما كنت مثلا اقف مثلا الدكتور مثلا يقول لي استنى شويه، لا عادي انا ريلاكس وهادي انا مش مضايق. فان انا ظبطت الوقت وان انا اظبط الانفعالي، دي كانت بالنسبه لي بوينت كبيره جدا، ودي اكتر حاجه استفدتها في مدار 6 اسابيع. تاني حاجه ما جربتش موضوع الشغل، فان انا ابقى مرتبط بحاجه 6 اسابيع، دي برضه بوينت ثالثه. فدي كانت اكتر 3 حاجات كانت بالنسبه لي مهمه، واولهم هي كانت العصبيه، فدي هي دي شويه. ممكن تحكي لنا على مثلا اكتر موقف كان صعب اتعرضت عليه وانت في التريننج كميديكال ريب؟ هو ممكن الموقف السخيفه لحظات، يعني مثلا كنت انا والدكتوره دخلنا الدكتور، فلما دخلنا كان اولا كان مدخل حاله، ودي بتحصل كتير عادي، بس وهو مثلا بيكلمنا فالدكتور وهي بتتكلم يعني في نص كلام فجاه بص الحاله ماليش دعوه. الموقف كان رخم، يعني ممكن تدي وقت انت خلاص نهيت المقابله او كده، فدي مثلا ما كانتش حلوه. طب انت عملت ايه؟ انا الوضع ان انا مشاهد، انا ابزور الموضوع، ولكن لما شفت الدكتوره خدت الموضوع ازاي، خلاص شكرا يا دكتور وقامت ماشيه. كان دي بوينت، انا مثلا كنت ممكن في الاول لا ممكن اتعصب، يعني انت انا بكلمك دلوقتي ما ينفعش تتحرك يعني، فهو ما قفلش الحوار، فالدكتور ساعتها اتصرف فيها، فدي برضو بوينت تحسب لها. دي كانت من اكثر المواقف اللي انا لقيتها ان هي كان فيها مثلا يعني الزم الدكتور شويه، يعني المفروض انت دكتور بدرايه بالنولج وبتاع لازم يبقى عندك اسكس، ما كانش ينفع تعمل كده. عرفت بقى بعد ما تخلص الجامعه، انت خلاص فاضل لك ترمين وهتتخرج صح؟ اه بالظبط. عرفت هتكرر تشتغل ايه ولا لسه؟ بصراحه لسه تايه، لان في مجالات كتير قوي، يعني سواء كلينيكال سواء ميديكال ريب، بس كل حاجه ممكن تبقى ستيب بالنسبه لي. يعني ممكن ابدا مثلا كميديكال ريب وعقبال ما اظبط نفسي، بس انا كاكتر مجال بصراحه كلينيكال، يعني ده اكتر مجال انا نفسي فعلا اكمل فيه. ولكن كشخصيه كان مهم ان انا اعدي على كل، يعني انا فعلا عصبي جدا، وممكن مواعيد برضه حتى مش مظبطه، فان انا كنت ماسك لما الدكتور كانت تقول لي 7 كنت فعلا اوصل 7، مع ان في الطبيعي عادي ممكن لو صاحبي اداني معايا 7 ممكن اجيب 9، ما كانش فيها مشكله. فانا ظبطت الوقت، دي كانت حاجه بوينت ليا، وده الترم الوحيد اللي عملته في مدار ال4 سنين اللي فاتت، فدي كانت بوينت ليا. ايه اكتر حاجه بسطتك في ايفو فارما والسمر انترنشيب؟ بصراحه دكتور مجان، بصراحه كانت دكتور فعلا عظيمه جدا، وكانت فعلا هيلفول جدا، والموضوع كان سلس وما فعلا ما بخلش عليا باي معلومه، فكان لا كان كانت رائعه يعني. وبرده كان التنظيم اللي في الاول ده كان عظيم، يعني فعلا لما شفت حاجات تانية، اولا التارجت مثلا بتاعهم كان مش طبيعي، ان هو يديه لحد مثلا 15 صيدليه الصبح 15 بالليل، وفي النص هتيجي مع الدكتور عشان تروح اللي هو انت بتدمره، لكن مكان طبيعي انت فعلا تقدر تتدرب وتقدر تطبق اللي انت بتتدربه. وبرده احسن حاجه الاسبوع اللي في الاول، يعني انت عامل اورينتيشن اسبوع، هم لا كان اورينتيشن 3 ساعات وتنزل في نفس اليوم، فدي كانت برده كان تنظيم كان عظيم جدا، وفعلا ما شفتوش حته ثانيه. شكرا جدا يا